ايه اليوم جبنا لكم واحد الفيديوهات ان شاء الله غادي يفرحوكم بزاف. الفيديوهات هادو ايوا سيدي احنا عندنا في المغرب مواهب عام شتا اخوتي، كاينه الموهبه الرائعه، الموهبه اللي كطير في السماء، اللي عنده شي حوايج كيشوفهم حنا ما كنشوفوهمش. المهم الخوت اليوم المواهب متنوعه بزاف. ايوا سيدي كانت من هذا الفيديو عجبكم، ولكن ما تنساوش واحد الحاجه، انكم ديروا واحد سبسكرايب وديروا واحد لايك ودعمونا وبيس اند لوف ليكم. راه ديما كنبغيكم وكنبغيكم بزاف خوتي. شوفوا اخوتي واحد فاصل ونرجعوا لكم اخوتي وندوزوا النيشه للمواهب اللي قال لك ما كاينش بحالها في العالم. ماشي واحد فاصل اخوتي ونرجعوا لكم اخوتي. انا جاي يا سيدي اليوم قال لك اخوتي عندنا المواهب في المغرب وحنا ما عارفينهمش، ولكن حنا ما كنسمعوا المواهب. راه اي واحد فيكم كيتصور واحد النوع ديال الموهبه، اللي كيتصور شي واحد مثلا كينقز فوق شي خيط، اللي كيتصور شي واحد مثلا كيدير شي حاجه ديال الدانس يعني ديال الرقص. المهم كل واحد وكيفاش كيتخيل يعني الموهبه اللي غادي نقدموا لكم. يعني ولكن الموهبات اللي عندنا حنا اخوتي، حنا عندنا واحد الموهبه اللي هي معروفه في المغرب كل واحد كيعرفها، عندنا الجبهه السنطيحه. قال لك السنطيحه يمكن لك دير بها اي حاجه، تخدم بها، ما دبر على راسك بها، تقدر تمشي بها لبرا. المهم هاد السنطيحه هادي هي اهم موهبه عند المغاربه، ولكن ماشي المغاربه كلهم طبيعة الحال اللي عنده السنطيحه. ايوا سيدي الا كانت عندك السنطيحه راك انت هو مولاها. شكون بحالك اخويا؟ هادشي اللي عطا الله سنطيحة والو. انت بتهزر يا ابني. يا سيدي الدخلة كي دايرة؟ يا ودي عاد الدخلة تعطيكم الجواب. وهذا الشيء هذا اخوتي باين من الاول، والسيد باين عنده شي موهبه اللي ما عرفتش شنو نقول لكم، يمكن شي موهبه اللي ما عمرنا شفناها، ولكن خليونا نتبعوا هذا الفيديو ما نعرفوا، الله اعلم بحال والو شكون عنده شي موهبه زوينه. لا على ما بان ليا كيشرب شي حاجه، واقيلا كيشرب شي حاجه. لا هذا الشيء اللي بان ليا، ما تقولوش هذاك الشيء اللي على بالكم. لا هذا السيد هذا بان ليا، لا ما بان ليا شي حاجه كيشربها وحنا ما كنشوفوهاش. Voy a la playa, ya subió la marea. La المساكينة. لا المساكينه ما تقولش هذاك الشيء، لا حرام تهضروا في الناس ظهرهم يا اخوتي. المساكينه يعني من الوقفه وهز لي يدو حتى فما، الله اعلم شنو كان، ما نعرف شنو خشى فمو، انا ما بان لي خشى حتى شي حاجه، ولكن باينه كاين شي حاجه. المساكينه اخوتي هي الميريكان وما دارت فينا، وقوش ما نتفرجوا في الافلام على نتفليكس او على اليوتيوب. ايوا شلا ما يتكون، شلا ما يتكون، شلا ما يكون. ايوا اخوتي راه خايب باش تبقى سهران بالليل وتخايل راسك بحال شي شخصيه اللي هي مشهوره في الاعلام، او زعما عنده تيقدم شي حاجه اللي هو اقترحها، شي حاجه اللي هو عطاها، باش تجي تقلد صعيبه بزاف. لكن ما نعرفوش، ما نحكموش حنا من دابا اخوتي، نتبعوا معاه، حنا غاديين معاه خطوه خطوه حتى نشوفوا هذا السيد شنو الموهبه اللي عنده. السلام عليكم، انا كنقدم لكم راسي، سميتي هشام خريفن، مزداد بمدينه تازا، سن 20 سنه، عندي موهبة خارقة، موهبة إلهية عندي ربانية، كاريزما. أنت تتكلم قد إيوا سيدي هادشي اللي قلناه في الأول، قلت لك إلا كانت عندك السنطيحة تقدر تمشي بعيد، تقدر تسافر، تقدر تدوز في الإعلام، ما كاينش مشكل. هي السنطيحة أهم حاجة الإنسان أنه يخدمها، تخدم السنطيحة وتكون إن شاء الله بخير. والحاجة اللي أنا سمعتها قال لك عنده ربانية، يعني ما عند الله ربي نزل عليه واحد الحاجه، واحد الموهبه اللي ما عند حتى شي واحد،
هذه شي حاجه زوينه ما نعرف، حيت انا لما كنشوف الناس اللي عندهم مواهب كاين اللي كيخدم عليها 7 سنين 10 سنين، حنا لا، حنا كتجي مع عبد الله، كاين الله سبحانه. اي والله رزقنا يا رب، رزقنا شي موهبه حنايا كي نعطى الله. باغي فين نبدا هذا الشيء ديالي؟ انا كنتقن اي حاجه، اي دور، اي المشيه، الشوفات، الحركات، اي حاجه، داك الشيء زرعوا لي مدات لداخل هذه الهبه كتزرعت فيا. وبغينا شي شركه ديال العرض ازياء ولا الاشهارات ولا الموضه، بغينا فين نبدا هذا الشيء ديالنا، حيت انا كنتقن اي حاجه. سيدي قولها من الصباح يا سيدي، مخلينا حنايا مشوقين والحراره باش نشوفوا حنا هاد الموهبه اللي عطاها الله. هتشوف تيفي تي هي صراحه لله كتجيبنا المواهب اللي زوينه. ايوا قولها من الصباح سيدي، قول باغي ندوز في عرض الازياء، قول باغي تقدم شي حاجه ديال الديزاين مثلا ستايل شي حاجه ديال الحويجات. ايوا سيدي قولها من الصباح موهبه. ايوا هادشي اللي عطا الله اخوتي، سمعتوا الموهبه؟ ها نتوما سمعتوها؟ اي حاجه كنتقنها من عند الله، داك الشيء وراثي بالفطره جاني، وهاد الكاريزما راه قليله في العالم، هاد الصفه دي راه نادره في العالم، نادره جدا. ملي كنجي ماشي في الطريق بحال هكا ولا كنجلس في شي كافي ولا اي مدينه مشيت لها بحال هكا، بنادم كيبقى يحل في مو فيا من عند الله، ما كل شيء كيبقى يحل في مو فيا، حيت انا كنبان مختلف، انسان كاريزمي ماشي عادي. اربط 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 السلوبيه، بركه بركه ملك دوم شويه. يا خوتي تكون عندك الكاريزما وتكون عندك واحد الموهبه انك السنطيحه تبارك الله، تكون خدامه عندك مزيان. ايوا بالسيف ما يشوف فيك بنادم كله. جون سينا ما عرفنا باش نسميوك، الموهبه ديالك اللي هي صراحه لله. شوف تعليق ما عرفت منين نجيبو عليك. ها نتوما شفتوا الموهبه ديالنا الاولى اخوتي، عنده الكاريزما. يا قال لك اخوتي المشيه ملي تيكون غادي في الطريق قال لك بنادم تيبقى حال فمو يشوف فيه. ايوا شنقولوا لها سلوقيه؟ ما نقدروش نقولوا عليها سلوقيه، ولكن ما عليناش حنا ما نحفظقدوش الامل نهائيا. انا سيدي كاينه بزاف المواهب تبارك الله، مازال يعطي الله واحد المواهب اللي غيخليها على الله وصافي. المهم الخوت هاد الموهبه هادي، شوف هاد الموهبه اللي جايه عندنا عندك اخوتي تصدموا ولا عندكم تقولوا شي حاجه ماشي تالي. الله يرحم لكم الوالدين، شوفوا غير تفرجوا وغير تشوفوا وهذيك الساعه حكموا بيديكم اخوتي، حيت هاد الموهبه اللي جايه فايت الاولى بواحد الدرجه ما كتصوروش، بواحد الدرجه اللي هي نعطيوه كل واحد يعطي النسبه اللي عنده اخوتي. خليكم مع هذا الفيديو هذا اخوتي. نقولوا جون سينا اخوتي اي بابتيستا، والناس كاع شوف الناس كاع اللي تفرجوا في هذيك دبليو دبليو اي كلهم تيعرفوا هذاك الشيء راه خارق للعاده، انا باين الفورما والدراع تبارك الله. السلام عليكم، معكم سفيان الخطاب من مدينه مكناس، سن 18 سنه، عندي واحد القوه اللي خارقه ما ماشي نقول لكم خارقه وانما خارقه للعاده شويه، فهمتيني؟ شنو بارك الله؟ قال لك اللي خارقه للعاده، سوبرمان هذا ما بقاش بشر هذا اخوتي. ايوا نتوما كتشوفوا المواهب مغربيه. ايه انا اللي ما عندنا الزهر، ما عرفت فيك انا الدرع هذا ميبانوا الدرعين هذا الله اعلم. تنتحدى اي انسان طبيعي عادي يطيحني بيدو، هاد القوه هذه اللي عندي قوه ربانيه من عند الخالق الحمد لله، ودابا تنتحدى فهمتيني اي واحد. يا سيدي احنا ما عرفناش هادشي هذا، ما عرفش علاش احنا ما تزادينا، ما عندنا حتى شي قوه خارقه للعاده، كنا نبينوها. والدراري هادو اللي تتشوفوا اي من الحومه جبتهم، وهما فيهم كاين فيهم اللي تيتريني وطايحت معاهم طيحتهم، وكاين بزاف ديال الدراري تنطيح معاهم تنطيحهم. هادي راه ماشي سلوقيه، وشنو هي؟ دوبرمان. ايه قال لك وكاع هادوك الدراري اللي جالسين معاه كلهم طيحهم. الجبهه، شوف تكون عندك الجبهه راه برا، ما عندك عاد تكون كتهضر بصح، راه حيت كاين شي وحدين راه ماشي عطيحوا لي في المغرب، راه طيحوا لي على برا، راك انت عارفهم. ايوا بلا ما نجبدوهم اخوتي، ولكن اخوتي
راه اكبر موهبه هي جبهة اخوتي، هي اللي كاينه اخوتي. نتوما شفتوا الموهبه اللي كاينه، قال لك موهبه ربانيه، يعني ما خدم عليها ما ضرب عليها تماره، جات من عند الله نزلت عليه. اخرج للمجتمع بيهم الموهبه ديالك. حنا دابا اخوتي شنو درنا؟ حنا دابا بعدنا من دوك المواهب الخارقه للعاده، وداك الشيء جاي من عند الله سبحانه وتعالى. ما نعرف شكون عارف. حنا دابا سيدي ندوزو للكوميديا، الناس اللي عندهم مواهب في الضحك، هذه شي حاجه زوينه، علاش ما نضحكوش حنا كذلك؟ ايوا سيدي، حنا ندوزو لهاد المواهبات هادو اللي غنشوفوهم دابا، وانتوما خليونا الراي ديالكم. هذيك الساعه كيبقى الراي ديالكم اخوتي، نتوما وما عجبكم ما نعرف. انا اخويا من البوسكوره زيد نشارك، المهم راه هو المشاركه، حنا راه ما معولينش على ديك نربحوها ولا شي، المهم حنا عايشين برزقنا. دخلت البارح ولكن كانت حساك مريض، وزيد دابا نعاود الا قبلوني ما قبلونيش راه ماشي مشكل. انا عزيز عليا الضحك، ما كنبغيش الكعي نهائيا. ان راه كاين بعض الخطرات ملي كنكون كاعي كنتقلب، كنتقابل مع المرايه كنهضر معاها، كنقول طغوبيسه، كنقول لها طغوبيسه سيري بحالك غنعيط لك على الابتسامه. تحكوش لي انا نموت بالله. هادو هما المواهب اللي كاينه في المغرب الخوت، ما شفتو بعينيكم. قال لك يشوف المراه يعني يجري على التغوبيشه وتجي الابتسامه، سي با بوسيبل اخوتي. الله اعلم، حنا ما كنعرفوش هاد المواهب مين كيجيبوهم اخوتي، والله ما عرفت بالله. حتى ما بقيتش غندوز هاد الشيء، ضربت عليه صار. باش مشيت تماك خويا مليون، عطيني على مليون اخويا. المهم الكاستينغ دا جا شويه جاني ستريس، وسكيفي مع الطياره ومع لومبوتياج وسميتو ميرسي تو الموند. تو الموند كال كال ودي، لكن ماشي مشكل ماشي مشكل، حنا نعطيو فرص. حنا شوفوا، حنا ما كنحقرو حتى شي واحد، يمكن لك تبين اللي عندك اخوتي، ولكن راه باش تخدم السنطيحه في واحد الحاجه اللي هي سيريو، راه ديك الساعه اخوتي راه السنطيحه ما تنفعك حتى شي حاجه. ايوا السنطيحه برافو عليك، وراكي تهليتينا في الناس. ايوا اخوتي راه ما تبقاوش تفرجوا في الافلام بزاف، هذاك الشيء اللي كتشوفه في اليوتيوب ولا كتشوفه في التلفازه داك الشيء راه بصح الناس راه خدامه عليه مده باش يوصلوا لهذيك النتيجه اخوتي. المهم خوت، هانتوما اللي شفتوا المواهب اللي كاينه، الشيء اللي عطى الله. امود في جبال الأطلس الكبير، كنا أنا والسيد عيسى نجري وسط الغابة، في درب عمر انفجرت قنينة غاز، كان أحد الشهداء في روبورتاج. وخويا كنا واقفين واحد اللحظة هنايا، شفنا البوطة، فهمتي البوطة دابا تفرقات، وواحد صافي هادشي اللي كاين أخويا. عندي شي 100 سكيتش ولا 300 ولا 400 وما محدود، لا خديت هاد 20 مليون والله العظيم لا قهرني الزلاط. انا الخوت عندي والله العظيم واحد الطوموبيل طيوطا في الموتور بيجو، الكارت غريز ديال رموك والله لا، وتا انا تنات فورماطيت رجعت بحال صايقه قرض. هو انت قلت ايه انت ولا عملت ايه انت ولا انت قلت ايه ولا عملوا لك ايه انت؟ قاعد يقول الكلام اللي احنا مش عارفين نقوله كده ولا لا 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 حبس 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 بس انا ما فيا ما نتفقس الخوت، انا ما فيا ما نتفقس، راه عييت اخوتي عييت، ما نقول لا خليهم دابا يبينوا المواهب ديالهم علاش لا. ايوا هادشي اللي عطى الله اخوتي، كنتمنى الفيديو يعجبكم، مازال فيديوهات جداد ان شاء الله. حتى انا براسي راه كنصنطيحه ثاني بعض الخطره كنخدم، اما داكشي شنو نقول لكم، كيما ردني تقلقوش. شوف واحد النمره كيداير نوبوطونو فوليطو، ما تنساوش انكم تدعمونا، ما تنساوش واحد السبسكرايب، ما تنساوش واحد لايك، وبيس اند لوف ليكم، وكنبغيكم بزاف، وسمحوا لينا الا تقلنا عليكم اخوتي. هادشي اللي عطى الله المواهب، اللي عنده موهبه ربانيه، اللي قالك باغي يدوز الكوميديا، ايوا جيب هادشي اللي دارت في المغرب اخوتي. المهم خوت، بيس اند لوف ليكم، السلام عليكم. انزين انزين.